عبد الله جامبو وايه سبب اغلاق قناه عبد الله جامبو. عبد الله جامبو من الناس اللي انا كنت بتابعها اصلا، يعني اول ما شفت اول فيديو ليه اتحبت واحده واحده لحد ما عملت له اشتراك، واي فيديو بينزله اعمل له لايك. قبل ما اعمل القناه اللي شايفينها دي انا اصلا كنت من الناس اللي بتابعه جامد جدا. زعلت قوي لما قناه عبد الله جامبو اتقفلت، وانا من الناس اللي بعشق اقسم بالله عبد الله جامبو. قابلته في ايفنت صح، قابلناه في ايفنت بلوج 8 تقدروا تشوفوه، واتكلمنا معاه، وشخصيه من الشخصيات الطيبه جدا، اللي هو لو جايب المليون مشترك والله يبقى متواضع مع الكل. فانا صراحه زعلت، هو كان جايب 150 الف مشترك في كده، القناه قفلت بدون سبب، وقناه قفلت بدون سبب. هو بيقول هو شرح على قناه اسلام اسو وقال اللي القناه يعني جالها يوم 27 باين بعدها 26، المهم اللي جال ورا بعضها جه ورا بعضه كل الابلاغات. يعني انا بوجه رساله جامبو، اعمل قناه ثانيه، يا ترجع القناه يا تعمل قناه، مفيش حاجه اسمها ياس تياس، لان انت كده ناجح. ما دام انت كده ناجح، يعني وهبز لما جه حصل معاه يعني يعتبر نفس اللي حصل، بس انت يعني انت اقوى عندك متابعين اكتر، ممكن لو عملت قناه ممكن توصل ل 100 الف مشترك باقصى سرعه او 60 الف على طول. صح. زعلت قوي لما قناه عبد الله جامبو اتقفلت، وانا من الناس اللي بعشق عبد الله جامبو. بس كده عبد الله جامبو اوعى تيأس يا اخويا، وان شاء الله كلنا معاك، وكل اليوتيوبر الصغيرين من الكبير للصغير معاك اصلا وبندعمك. ودي طبعا خطوه حلوه لازم كلنا نعملها، اي حد قناته يحصل فيها اي حاجه لازم نخش ندعمه، لازم نخش ندعمه ونقول ايه اللي حصل معاه. فياريت انا هحط لكم رابط المشكله اللي عبد الله جامبو ما عملش قناه لحد دلوقتي في الفيديو اللي انا بعمله ده، لكن انا هحط لكم قناه اسلام اسو واشتركوا فيها لحد ما عبد الله جامبو يعمل قناه جديده او يشوف التطورات اللي هتحصل، هيعرف يرجع القناه ولا هيعرف يتواصل مع شركه اليوتيوب. بس كده، ربنا معاك عبد الله جامبو. زعلت قوي لما قناه عبد الله جامبو اتقفلت، وانا من الناس اللي بعشق اقسم بالله عبد الله جامبو. قابلته في ايفنت صح، قابلناه في ايفنت بلوج 8 تقدروا تشوفوه، واتكلمنا معاه، وشخصيه من الشخصيات الطيبه جدا، اللي هو لو جايب المليون مشترك والله يبقى متواضع مع الكل. فانا صراحه زعلت، هو كان جايب 150 الف مشترك في كده.